وفي لقاءات خاصة مع التلفزيون المصري، أعلن عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن انتخابات اللجان الخاصة بالمجلس جاءت في أجواء تعزز دور الحياة النيابية وتأثيرها الإيجابية في خدمة الدولة والمجتمع. انتهت الانتخابات داخل كل اللجان على خير بتشكيل هيئات مكاتب المجلس ليبدأ الاستعداد والانطلاق لدورة برلمانية أو دور انعقاد جديد يحزوه الكل يحزوه الأمل في غدا. غد مشرق للحياة البرلمانية المصرية، شايفين كم من الدراسات وكم من اقتراحات وكم من القوانين اللي ستشهدها الدورة البرلمانية الحالية اللي إن شاء الله تعالى ستعود بالخير على مجتمعنا وعلى أهلنا. فترة قصيرة سيادة الرئيس طلع توجيه بمراجعة الاتحادات الرياضية وأدائها في الأولمبياد اللي فاتت، فدي يعني أعتقد أنها تكون إن شاء الله أول حاجة هنشتغل عليها، يعني مراجعة شاملة لملف الرياضة بالإضافة للمواضيع المتعلقة بالشباب اللي احنا بنناقشها بقالنا 4 سنين وهنستكملها، وفي مواضيع جديدة هيتم إدراجها إن شاء الله في الدور الانعقاد الخامس. إن شاء الله هذا الدور، دور الانعقاد الخامس لفصل التشريع الأول للمجلس، يشهد إن شاء الله عمل دؤوب من أعضاء المجلس في كثير من القوانين اللي داخلة مجلس الشيوخ ومجلس النواب في الدور الانعقاد دوت، تتطلب تعديلات دستورية، آسف، تعديلات تشريعية وبعض قوانين جديدة داخلة نتاج الحوار الوطني اللي تم في العام الماضي. أعتقد إن شاء الله إن اللجان هتكون لها دور كبير جدا في صياغة هذه مشروعات القوانين.